السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة بنستعرض محاضرتنا طبعا عن امبارح، وكانت المفروض دي الدوري في كل يوم سبت الساعة 7، ولكن نظرا لبعض المشاكل على الانترنت فاحنا ما قدرناش احنا نعملها بشكل دوري. النهاردة بنبدأ المحاضرة الرابعة لينا. المرة اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا على القيمة الاستثنائية العالمية وكيفية تحليلها، وجبنا امثلة وعرفنا ازاي من خلال بورا تشارتر ازاي نحلل كل قيمة ونعرف نستوعبها ازاي، والامثلة بتاعتها تبقى منين، في المبنى او في الموقع التراثي. النهاردة احنا هنستعرض مع بعض التشريعات الدولية للحفاظ على التراث الثقافي، واللي هنبدأها دي زي ما احنا شايفين دي اللينكات او الريفرنسز للتراث التشريعات بتاع التراث الثقافي. طبعا الناس هتقول لي طيب ما فيش كتب، ما فيش مقالات، ما فيش مقالات او كتب بتتكلم على التشريعات في حد ذاتها، ولكن هو ازاي نطبق التشريعات دي؟ تقدروا ترصدوها من خلال الكتب والمراجع، طبعا من خلال المشاريع، الافكار اللي بتتقدم في المقالات وكده، هتلاقيهم دايما بيسترجعوا وبيرجعوا دايما للشارترز والديكلاريشنز والدوكيومنتس ديت كلها عشان نقدر احنا نظبط العمل في مجال التراث الثقافي. فالنهارده احنا بنستعرض مع بعض نوعين مختلفين من التشريعات، وعندنا هنبدأ في الاول بالتشريعات على التراث الثقافي المادي، وبعد كده هنتكلم على تشريعات التراث الثقافي المعنوي. واحنا النهارده بنبدا، قبل ما نبدا لازم نستعرف مع بعض او نستعرض الاكسبريشن الاساسيه عشان نعرف نفرق ما بين المصطلحات وبعضها. وعندنا 6 مصطلحات دايما بنشوفهم في التشريعات الدوليه. اول حاجه اسمها تريتي او المعاهده، والمعاهده دي دايما بتبقى ما بين الدول في حاله السلام او في حاله الحروب، ويبقى التراث الثقافي او المجال الثقافي بيبقى بند من بنود هذه المعاهده، لكن ما بيبقاش بيخص التراث الثقافي. الكونفنشن ممكن يبقى ما بين مجموعه من الدول، ولكن احنا بنشوفه بالاخص في مجالنا في بالنسبه لمركز التراث العالمي لما عمل الكونفنشن سنه 1972 ونطق عليه الدول الاعضاء، وهو لضبط العلاقه ما بين الدول في تسجيل المواقع التراثيه على قائمه اليونسكو للتراث العالمي. وطبعا الكونفنشن بيمضي عليه دايما او بيبقى بيتكتب بشكل دبلوماسي، لان هو تعتبر تشريع دولي ويبقى فيه ترابط ثقافي ما بين الدول وبعضها. وعندي الكونفنشن اللي اتعمل سنة 1972 ده مضى عليه الممثلين الدبلوماسيين للدول الأعضاء في اليونسكو، ولكن على النحو الآخر بيتم جلوس الخبراء في كل دول الأعضاء مع بعض، وعملوا حاجة اسمها Operational Guideline أو يعتبر اللائحة التنفيذية للتشريع الدولي ده سنة 1979. وهنتكلم على المواضيع دي بعد كده، مش عايزين نتطرق لحاجات دلوقتي. نيجي بعد كده الديكليريشن، والديكليريشن بيستعرض هيدلاين كبير بيتكلم على زي هنشوف كده ميكس في ديكليريشن في التراث المعنوي، وهو اتكلم على الكالتشرال بوليسيز بشكل كبير جدا، وكان التراث الثقافي من ضمن السياسات الثقافية. نيجي بعد كده في كلمة تشارتر، وهو بيناقش بشكل تقني حاد جدا في موضوع بعينه بخصوصية، وهو زي ما احنا هنشوف مع فينيس تشارتر، وهو اللي ناقش موضوع ازاي ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش في اثناء عملية الحفاظ على التراث الثقافي، ولكن ما بيتكلمش بشكل تقني. هو بيقول لك ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي المفروض ما يتعملش، يتنفذ ازاي او يتم تطبيق الكلام ده ازاي، دي بترجع لكل دولة وطبيعة تراثها الثقافي بتاعها والتكنيك المتعارف عليه في الدولة دي. ولكن في حاجات نقط لازم يتم مراعاتها في الموضوع conservation وrestoration للمواقع والآثار الثقافية. نيجي لكلمة document، ودوكيومنت بيناقش بقى حاجة أدق كمان من الشارتر، وبيدخل في حتة دقيقة جدا، وهنشوفها مع بعض في نارا دوكيومنت لما جم يتناقشوا في موضوع ازاي ينظروا لمصطلح اوثنتيسيتي، لان حصل عليه خلاف كبير جدا
والدوكيمنت ده قدر يظبط العلاقة ما بين الدول وبعضها، أو المشكلة يظبط المشكلة في نظرتهم لمصطلح كلمة اوثنتيسيتي. الجايد لاينز هو ممكن يصدر على هيئة تشريع، وممكن يصدر تاني من خلال مشروعات أو كتب بيتم عملها من خلال مدارس ومعاهد أكاديمية وفنية حول العالم. ومن أبرز الناس اللي بتنتج موضوع الجايد لاينز ده جيتي كونزرفيشن انستيتيوت والانترناشونال انستيتيوت فور كونزرفيشن اوف ارتستيك ووركس اللي هو الاي اي سي اللي موجود في هولندا. دول ابرز اتنين انا شفتهم، انا بتكلم بشكل شخصي طبعا، انا شفتهم لان انا مش متخصص في كونزرفيشن، ولكن دول اكتر ناس شفتهم بيصدروا جايد لاينز او الكتب بتاعتهم تعتبر زي جايد لاين لكيفيه العمل والحفاظ واداره وتحليل المواقع التراثيه وادارتها. نيجي ننقل على ننقل بسيكشنز. احنا هنبدا دلوقتي مع السيكشن بتاع التانجبل كالتشر وورلد هيريتج ليجيسليشن. وزي ما احنا اتكلمنا في المحاضرتين الثلاثه اللي فاتوا ان اليونسكو عندهم او يونسكو وورلد هيريتج سنتر عندها ادفايزر بوديز، ولكن هنيجي نتكلم في موضوع ليجيسليشن فاحنا هنجد ان الايكوموس هو اكتر من يوكل اليه موضوع الليجيسليشن، وهو القائم على التشريعات الدولية التقنية ديت، وبيتم عملها من خلال الخبراء، ولكن في حالة ان هي تكون ديكليريشن او تكون بمثابة زي دوكيومنت تكون زي كونفنشن، فده لازم يتمضي عليه من قبل الدول الأعضاء في كل مرة بعد الانتهاء من الملامح التقنية من قبل الخبراء الموجودين حول العالم في للإيكومس. من أبرز التشريعات اللي صدرت على التراث الثقافي نبدأ بأول تشريع، وهو صدر سنة 1930 وهو اسمه أسن شارتر، ويتكلم على كلمة ريستوريشن، وهو كان بيتكلم ازاي نرمم، وبأكدها مليون مرة هنا سنة 1931 بدأ مع كلمة ترميم، وهنا قال لك هيستوريك مونيومنتس عشان ما يتمش النظرة لكلمة مونيومنتس هي القطع الموجودة جوه المتاحف فقط لا غير، او جوه موجودة جوه المخازن، لكن هي هيستوريك مونيومنتس زي ممكن يكون مبنى، ممكن يكون معبد، ممكن يكون كهف، ممكن يكون قطعة او كوليكشن، دي كلها منضمة تحت فكرة او مصطلح هيستوريك مونيومنتس. نيجي التشريع اللي بعده وهو اتطور اكتر سنة 1964، وهو اتعمل في فينيسيا واتكلم على الكونزرفيشن وربطه بالريستوريشن، وهنتكلم هنا ليه نسبق كلمة كونزرفيشن على الريستوريشن لما نيجي نتكلم في الحتة بتاعته. سنة 1972 لما اتعمل كونفنشن ليه اتحط ازاي نحمي التراث الثقافي والطبيعي، وهو جه بدوره مع انشاء قائمة التراث الثقافي على قائمة اليونسكو. نيجي سنة 1994 الكونفنشن ده كان فيه اختلاف كبير جدا على ازاي نحلل الاوثنتيسيتي، وخصوصا ما بين الدول الاعضاء، لان في دول بتنظر للاوثنتيسيتي في بلادها ان هي بتفك المباني وتبنيها كل 30 سنة زي ما موجود في اليابان والصين، لانهم عندهم مباني خشبية كتيرة، وهم شايفين ان الاوثنتيسيتي والانتجريتي بتمثل في هذه البروسيس او العمليه. وفي دول زي عندنا بتشوف ازاي ان انا ممكن اهد المبنى وابنيه تاني، فين الاوثنتيستي اللي فيه، وده هنشوفه برضو. فهو اللي يقرا الدوكيمنت ده هيشوف ازاي ان هم حكموا الفكر التقني للنظره لمصطلح قيمه الاثار. عندي بورا تشارتر وهو من ابرز التشارتر اللي احنا بنشتغل عليها، ظهر سنة 1999 وهو اتكلم عن كيفية تحليل الاوثنتيسيتي او وظهور كلمة الاوستاند يونيفرسال فاليو، او يعني احنا نكون نشوف القيمة الفريدة للموقع التراثي اكتر من فكرة قيمة الاصالة والتكامل والانتجريتي. فتطور اكتر سنة 2013 وادانا دايناميك بروسيس لادارة المواقع التراثية، وظهر بناء عليها مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة لفكر إدارة المواقع التراثية. نرجع تاني من الأول، وهو أسن شارتر ظهر في 1930 لهنا بيتكلم عن الريستوريشن زي ما احنا قلنا، اتكلم عن هيستوريك مونيومنتس بشكل شامل كامل، بيشمل كل ما تحته من كاتيجوريز مباني قطعة
معبد، كهف، واتيفر. فهنا من أهم ما ظهر في المدرسة دي وهو فكرة الحفاظ على التراث، المواقع المكتشفة. وقال لك لو هي مش قابلة للترميم الفوري فهي من المستحسن إن أنت تبتدئها مرة تانية. هنا اتكلم قال لك ريبيرت فور بروتكشن. فنتيجة حط كلمة بروتكشن، بروتكشن بينتج عنه إن أنا لازم أوثق الموقع وأشوف أبعاده وأرصده. وبعد ما أخلص عملية التوثيق دي وخلاص نقلت النولج اللي فيه، ولو هو فيه سينز فيه حاجة فنية، فيتم ردم الموقع ده. نيجي بعد كده كلمة ترميم طورت أكتر، وهو ربطوا بيها فكر الحفاظ. وهنا سبق كلمة حفاظ على restoration أو كلمة conservation على restoration، عشان هو لو عمل restoration ووقف على كده فالمبنى هيعيد تاني نفسه وهيتم، ولكن هيتم انهيار الريستوريشن أو الترميم اللي اتعمل ده، وهيتأثر بعوامل تانية كتيرة. ولكن لو أنا عملت conservation على الريستوريشن فأنا ده هيحصل عملية استدامة وحفاظ على الموقع التراث الثقافي أو المبنى التراثي. ولذلك فإحنا لا يجب إن نفصل كلمة restoration ولا نفصل conservation عن restoration، إن هو ده القيمة الحقيقية للحفاظ على المواقع التراثية أو المباني التراثية. وبنيجي نشوف هنا في article أو مادة رقم 1 لما اتكلم على كونسبت الاثار التاريخيه، هو خد نفس الاكسبريشن من اسن شارتر، وبدا ان هو يوضح اكتر عشان يتم وضع البصمه ان احنا ازاي نوسع ونحافظ على التراث الثقافي بتاعنا. وقال لك هو مش بس العمل المعماري الفردي، هو كمان ممكن يكون سياق حضري وريفي، سياق حضري او ريفي، لان هو السياق ده والعمل المعماري ده فهو رمز ودليل على الحضارة بعينها، ودليل على تطور مهم في لحظة مهمة، ودليل على حدث تاريخي. فهو في الأول وفي الآخر مش بس قيمة، مش بس عمل فني عظيم، ولكن هو كمان ما بيمثل، هو أعمال الماضي، هو دلائل على وجود ماضي. فده بيؤكد وبيعمل عملية تمرير للأهمية الثقافية دي بمرور الوقت. نيجي بعد كده التوضيح اكتر بقى على ايه هي الكاتيجوريز بتاعت الهيث، الاعمال المعماريه والمناطق الريفيه والحضريه والكلام ده كله ظهر لنا مع الورلد هيريتج كونفنشن. ونتيجه للكونفنشن ده اتعمل سنه 1972، وهو اتكلم عن حط مع ملامح لتسجيل وحفاظ على التراث الحضاري والطبيعي، الثقافي والطبيعي. وبعد كده سنة 79 نتيجة للمخالفات في تطبيق الكونفنشن ده اتعمل سنة 1979 Operational Guideline، أو اللي هو اللائحة التنفيذية للقانون. فاحنا عندنا أي قانون في العالم لما بيجي يتحط قانون هو بيبقى كل كلمة وراها طريقة تنفيذ، واتعمل Operational Guideline عشان يقول له إيه اللي يتعمل وإيه اللي ما يتعملش. طيب واحد هيشوف هنا يقول لي اذا كان ازاي ظهر 79 وانت كاتب هنا 2019، اقوم ردد عليه اقول له ان في كل كوميتي بتحصل كل سنه بيتم مراجعه بعض النقاط في الاوبريشنال جايد لاين ده وبيتم تعديلها. ولو حد منكم نظر في الاوبريشنال جايد لاين الجديد اللي ظهر سنه 2019 وعمل له داونلود هيلاقي بعض النقط معمول لها ديليت وبعض النقط تم ازادتها. نيجي في النقطة اللي بعدها وهي استعراض نارا دوكيمنت سنة 1994، واللي هو اتكلم على الاوثنتستي أو قيمة الأصالة. واحنا هنشوف هنا ازاي عبر عنها وتعبر على أحكام المخالفات اللي احنا بنتكلمنا عليها قبل كده، أو طريقة النظرة الاوثنتستي ما بين دول وبعضها في المادة رقم 11 ورقم 13. المادة رقم 11 قالت لك ان هو كل التحكيم الفاليوز دي او القيم دي لايه اللي المساهمه في الممتلك الثقافي، وهنا عم ايه الممتلك الثقافي بكل اشكاله وبانواعه. فهنا بيعتمد فضلا عن اللي هي الشفافيه في مصادر المعلومات الموثوق منها طبعا للدوله، اللي هي او المشروع عامل يعني جايب المعلومات دي ازاي ومنين ومؤرخين صادقين ومش صادقين وبيتم التحقيق فيها، ودي دور المؤرخين والفنانين المعماريين
وعلماء الانثروبولوجي والاثنوجرافي. عشان كده لما جينا اتكلمنا في اول محاضرة قلنا لا، ما نقدرش نشتغل من غير ما هم نخرج باوتكم منهم. ده ماله؟ قال لك ان هو المصادر دي بتختلف من ثقافة لثقافة، بل تكاد ان هي ممكن تختلف بالثقافة الواحدة. يمكن، هنا قال نوت بوسيبل، ما قالش امبوسيبل، عشان يبقى فيه فلكسبيليتي في النظرة. لان قال امبوسيبل هيبقى فيه فيكسد، هيبقى فيه فيكسد اتيتيود مع نظرة للفاليو اوثنتيستي. فقال لك نوت بوسيبل تو بيز جادجمنتس اوف فاليوز اند اوثنتيستي وذين فيكسد كريتيريا. ممكن انت بقى عندك خلاص، انت بتبدأ مع الفيكسد كريتيريا دي، شايف ان هي بتتطابق وقادره ان هي توصلك للنقطه دي اللي انت عايز تنظر لها بالسنتستي، خلاص خير وبركه. طب لو انا مش متطابقه، فهي في نوع من الفلكسبيليتي ان انا اقدر اعبر عن الاوثنتستي والقيم، قيم الاصاله اللي موجوده عندي في الموقع بناء على ثقافه دولتي وهويتي الثقافيه. والنحو الاخر قال لك نتيجه لاحترام المعلومات دي او المصادر المعلوماتيه اللي احنا جبناها ديت، فمنها بتحتاج ان انا الممتلك التراثي، الممتلك التراثي هنا بقى حول على الممتلكات التراثيه وخصها بالذكر، فهيتم هنا الاعتبار بها وتحكيمها بناء على ايه؟ من خلال سياقاتها الثقافيه، سياقاتها الثقافيه المنتميه اليه، المنتميه اليه. لان ممكن تلاقي زي ما احنا اتكلمنا لما جينا نحلل الاي او في في المره اللي فاتت، اتكلمنا على قصر سونسي اللي هو موجود في ألمانيا حاليا، ولكن هو من ناحية الديزاين ومن ناحية الحديقة ومن ناحية كل حاجة، فهو قيمة الأصالة تنتمي للثقافة القيصرية الروسية والمملكة البروسية أو روسيا البيضاء في الوقت ده، في وقت ما اتبنى، مش الثقافة الألمانية. نيجي هنا بند رقم 13، بيقول لك بيعتمد التراث الثقافي وسياقه الثقافي. التراث بيعتمد طبيعة التراث الثقافي وسياقه الثقافي وتطوره عبر الزمن. ماشي، ماله بقى بناء على دول مالهم؟ قال لك الاوثنتستي بيتم تحكيمها بمدى ترابطها ومساواتها مع ما تم تجميعه واختلاف الاختلافات اللي حصل العظيمه اللي موجوده في مصادر المعلومات. يبقى عندي الحاجه اللي بتحكم بشكل اساسي قيمه الاصاله وبتوضحها لي هو مصداقيه مصادر المعلومات اللي انا بجيبها. فبناء هنا بقى حب ان هو يحب يبقى فيكسد اكتر على فكره السورس او مصادر المعلومات دي. قال لك هنا الافكار اللي بتطلع من المصادر دي مالها بتشمل ايه؟ قال لك بتشمل الشكل والتصميم، المواد المستخدمه، الاستخدام والوظيفه، العادات والتقاليد وطريقه وتكنيك البناء، الموقع وما يشمله من سياق السيتنج بتاعه، الايموشن المرتبطه بيه، وده هتيجي منين؟ ممكن يكون ذكريات، ميموري. قال لك ايه؟ سبيريت اند فيلينج، وما الى ذلك من عوامل خارجيه وداخليه. ويتكلم هنا على استخدام ذا يوز اوف ذيس سورسز، المعلومات المقصود هنا بمصادر المعلومات اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها، اللي هو في شكل والماتيريال ولا بلا بلا، كل الكلام ده كله. قال لك هو ايه؟ بيسمح بالتطور، مش التطور بتاعنا في الوقت الحالي، هو بيتكلم على التطور القديم. ليه؟ التطور للأبعاد، لأبعاد فنية وتاريخية ومجتمعية وعلمية محددة يتم اختبارها. هيتم اختبارها ازاي؟ من خلال المصادر المعلوماتية دي أو التجميع، وما اللي هو الأوتكم بقى اللي هيطلع من كتابات المؤرخين وعلماء الأنثروبولوجي والإثنوجرافي وما إلى ذلك من علوم متعلقة بالموقع الثقافي وتوصيف القيمة قيمة الأصالة ديت. نيجي على بورا تشارتر، واللي احنا اتكلمنا في ليهم تو فيرجن. الفيرجن الأولانية سنة 1999، واتكلم على كيفية تحليل التراث، قيمة الأصالة، وزي ما احنا اتكلمنا قيمة تاريخية وقيمة اقتصادية وقيمة اجتماعية وقيمة جمالية وقيمة علمية. فهنا في سنة 2013 كمل الموضوع ده وادانا دايناميك بروسيس لإدارة المواقع التراثية، ودي هنشوفه في المحاضرة اللي بعد الجاية إن شاء الله. ولكن احنا هنا في أهم حاجة ليها حب نذكر أو نعمل منشن كده ل
المادة رقم واحد، واللي عرف فيها شكل الموقع أو المكان، قال لك إن المكان التراثي ده ماله بيشمل، ممكن يبقى موقع، ممكن تبقى منطقة، ممكن تبقى أرض، ممكن تبقى تضاريس، ممكن يبقى مبنى أو مجموعة مباني أو أعمال أخرى. والأعمال دي كل ده كل الأشكال دي تشمل زي فيها جواها، ممكن فيها عناصر ومحتويات ومساحات وفيوز. هنا قال فيوز ليه؟ لأن النظرة للحاجات دي كلها المادة كلها هتتم من خلال القيم المادية والايه المعنوية. وحب يوضح هنا كيفية التحليل، زي ما احنا اتكلمنا على الكالتشر سيجنيفيكانس او الاي او في المرة اللي فاتت، واتكلمنا عليها بشكل تفصيلي وحللناها، فلا داعي من ذكر المرة دي بشكل ادق الكلام ده، احنا اوريدي خلاص اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت على هي الاي او في طبقا لبورا تشارتر، وعرفنا كل واحد بيفسره ازاي وبيتم تحليله ازاي، ودينا امثله. بناء على مدارس الحفاظ دي كلها وتشريعات الحفاظ دي كلها، فاحنا عندنا هنا مراجع مهمه جدا تكاد تكون هي دي المصدر اللي بنرجع له. انا عن نفسي بتكلم عن نفسي برجع له. عندي لو احنا بنشتغل، انا طبعا مش بشتغل كونزرفيشن بشكل تقني لاني مش معماري، فالناس اللي بتشتغل في العمارة وبتشتغل conservation بشكل تقني جدا، فاحنا عندنا كتابين مهمين جدا، وهو Why Buildings Stand Up The Strength of Architecture، كتاب، وكتاب تاني Why Buildings Fall Down How Structures Fail. فالكتابين دول عملهم واحد اسمه ماريو سلافيدوري. الكتابين دول مهمين جدا، انا قريت اجزاء منهم بما يتعلق بيا، مش كلهم طبعا، ولكن الكتابين مهمين جدا وببساطة. ويعني طبعا الحاجات اللي هي الفنية أنا مقدرتش أستوعبها أوي لأن مش متخصص، لكن الحاجات اللي هي تتعلق بيا في شؤون الكونزرفيشن كشكل ثيوري فهمتها وكانت بسيطة وقدرت أستوعبها. عندنا حاجات تانية بتتعلق بمجالنا كإدارة تراث، فهي مثلا زي دول كتابين طلعوا من جيتي انستيتيوت، وبيتكلموا values and heritage conservation، ازاي تحليل values وان انا اوصل للبرايورتي عشان ابدا اعمل شورت تيرم بلان للحفاظ على الحاجات اللي هي مهدده قبل ما ابدا اعمل عمليه الريستوريشن لونج تيرم بلان. والكتاب التاني بيتكلم assessing the values of cultural heritage، وده مفيد اكتر للناس اللي بتشتغل على الهيريتج مانجمنت بلان، فهو بيعرف ازاي نتحلل values للهيريتج سايت بمشتملاتها بكل انواعها والكلام ده كله بشكل تقني وعميق جدا. والكتاب كويس جدا، ولكن محتاج تركيز على كل مصطلح ومعرفة ان المصطلحات دي بتشتغل ازاي وبتروح وتيجي منين. طبعا لو ان شاء الله احنا بنستعرض مع بعض على مدى ال 11 حلقة اللي احنا نتكلم فيهم المصطلحات، ولكن مش بنقدر احنا نعمل كل مرة، يعني مش هنقدر نعمل في مرة واحدة المصطلحات دي نطلعها مرة واحدة، ولكن احنا ماشيين مع بعض ستيب باي ستيب، بنحط كل مصطلح في مكانه عشان الناس تقدر تعرف المصطلحات دي لما تيجي هنا تقول ايه وبتحط ليه كده وبتتعمل ليه كده، فالناس ما تستعجلش. يعني في برضو كتابين مهمين جدا، في واحد اللي هو بتاع المدرسة الكندية، لما تيجي تتكلم على ازاي تعمل statement of significance بشكل كبير لازم تعتمد عليه، بيدي ستيبس معينة لو انت تتبعتها تقدر تكتب statement of significance او اللي هي بتطلع ما بعد ما تحليل الـ OUV بتاع السايت، ولكن هي بشكل أكتر إزاي أنت تعمل ريجستر للـ Historic Places أو الـ Historic Buildings أو الـ Monuments بشكل عام. والكتاب التاني طلع من المدرسة الإنجليزية، وده اللي أقرب لينا في مسألة تكنيك الـ Conservation، اسمه Conservation Principles, Policies and Guidance. الكتب اللي أنا اتكلمت عليها دي كلها موجودة for free، لو كتبتوا عناوينها هتطلع لكم على جوجل عادي جدا، يعني مش محتاجة حاجة. ننقل على السكشن التاني، وهو نتكلم على الـ Intangible Cultural Heritage. وهنا هنشوف ان هنا زي ما اتكلمنا في الاول، هو الـ ICH ملهوش Advisor Body، اللجنة بتاعة الـ Intangible هي قائمة على كل حاجة من عملية تقييم وإصدار تشريعات وكل حاجة، ولكن هي تحت الـ World Heritage Center. فاحنا عندنا two committees، واحد للـ Tangible والتانية للـ Intangible، واحنا هنكمل بعض ونشوف الـ Legislation بتاعة الـ Intangible Cultural Heritage. أول واحد اللي هو Mexico Declaration، وده اللي اتكلم على الـ Cultural Policies.
وتاني واحد دي كان متأخر جدا بالنسبة للتراث المعنوي، وهو الـ World Heritage Convention لـ Intangible، للحفاظ على أو حماية التراث المعنوي. والأخير سنة 2005 فارو تشارتر، وده يتكلم على نظرة المجتمع إزاي نوضح قيمة التراث الثقافي ونظرة المجتمع ليه. هنتفرج على بعض دلوقتي. أدي أول واحد وهو مكسيكو ديكلاريشن، اللي اتكلم على الكالتشرال بوليسي سنة 1982، وهنا هنتكلم من خلال مجموعة من الباراجرافات، وبالأخص باراجراف 23 و24 و25 و26، وهو اللي اتكلم فيهم على استيعاب التراث الثقافي ومشتمله مادي وغير مادي، للانتراكتيفيتي اللي بيحصل ما بينهم هما الاثنين والتزامهم ببعض. وهقول لك التراث الثقافي للناس، تمام؟ يعني ما حبش يخص، يعني هنا مجتمع، هنا فكر شمولي شويه، عشان كده ما قالش كوميونتي ولا قال سوسايتي. فقال لك الناس ماله بقى، هو اعمال لفنانين ومعماريين وموسيقيين وكتبه وعلماء وما ذلك من انواع فنانين اخر، يعني بيعبر عن روح المجتمع وتجسيد القيم دي بالنسبه لحياتهم. فهو يشمل عمليه التجسيد دي بتشمل التراث المادي والتراث المعنوي وما فيه، ومن خلاله بتظهر عمليه اسمها القيمه الخلاقه. القيمه الخلاقه دي او قيمه الابداع دي بتظهر في مجموعه من التعبيرات زي اللغه وما يتعلق من شؤون نتيجه للاعراق الرايتس، اللي عندي المعتقدات، هنا ضم برضو الهيستوريك بليسز اند مونومنتس، والاعمال الادبيه والاعمال الفنيه والمكتبات والارشيفات. وبعدين نقل في الباراجراف اللي بعده اللي هو 24، قال لك كل الناس لذلك نتيجه للي هو الضم اللي هو عمله او فكر الشمول اللي عمله دي، مسؤولين وليهم الاحقيه في الدفاع والحفاظ على ممتلكاتهم الثقافيه وتراثهم الثقافي، تمام؟ ولذلك يعني ومنذ ان ايه؟ ان المجتمعات، وهنا قال لي المجتمعات، ما قالش قال سوسايتيز، ما قالش كوميونيتيز، لان هنا السوسايتيز، لان هو بيعتبر الكلام الشمولي اللي في الاول ده من اول الهيومن هيستوري ما طلع. ولذلك لما نيجي نتكلم عن الهيومن هيستوري، من اول ما طلع، فهو من اول ما الانسان البدائي دب رجله على الارض وبدا يتفاعل مع حوله من طبيعه، فهنا كانش لسه حب ان هو يجيب السيركل من اولها لغايه دلوقتي. فهو اتكلم عن سوسايتيز، قال لك سوسايتيز ريكوجنايز، يستوعبوا انفسهم بانفسهم يعني القيمه ديت، و ان هم يجدوا مصدر الاستيحاء الابداعي، استيحاء ان هو يستوحي الابداع من تراثه المادي والمعنوي. هو بيكمل في الباراجرافين 25 و26، وبيقول ان التراث الثقافي دايما بيعاني من التدمير والتكسير نتيجه للمخالفات في التفكير. وهنا ما قالش بليفز، هو قال ثوتلسنس، تمام؟ السوء التفكير يعني، فضلا عن عمليات التمدد الحضري والصناعي والتدخلات التكنولوجيه والصناعيه وما إلى ذلك من عملية التصراعات الاحتلال والصراعات ما بين الحروب زي الحروب الأهلية الأرمد كونفليكت، التدخلات الأجنبية، الضغوط من قبل أصحاب المصالح وتدميرهم للتراث الثقافي عشان مصلحتهم المادية، وده بيؤثر بدوره على فصل المجتمعات أو فصل لينكات التواصل بتاع المجتمع نفسه أو الناس، تواصل الناس مع ذاكرتهم الماضية أو الماضي، ذاكرة الماضي. نتيجة لده فعملية الحفاظ والتقدير للتراث الثقافي فهتبقى فيها ضعف، لأن الناس تحافظ على تراثهم ويبقى فيه استقلالية لتراثهم، وبذلك هيأثر على تعزيز الهوية الثقافية. ده اللي اتكلم عليه Mexico Declaration. نيجي بعد كده ظهر الكونفنشن بتاع الانتانجبل كالتشر هيريتج او التراث المعنوي، واحنا اتكلمنا في اول محاضره وادينا اكزامبلز على الكاتيجوريز زي ما احنا شايفين قدامنا، من عادات وتقاليد ولغات ولهجات ومهن حرفيه والكلام ده كله.
ولكن هنا بدأ يفصل ويدخل اندبس على التراث المعنوي بشكل ما. ولكن على المنحى الاخر نيجي لما قرينا مع بعض التعريف بتاع الاي سي اتش لما قريناه في الحلقه الاولانيه، وجدنا ان هو حط الكالتشرال سبيسز من ضمن تعريف التراث المعنوي، وبذلك لا مفيش فصلات ما بين التراث المعنوي والتراث المادي. واخص بالذكر في مدرسه الكونفنشن هنا هنلاقي فكر السيف جاردن، ازاي احنا نحمي التراث الثقافي، ازاي نضمن وجوده واللي هو اتاحه التراث. قال لك اول حاجه تعمل ايدنتيفيكيشن. واحد يقول لي ما نعمله ديفينيشن، لا الديفينيشن بيبقى ثيوري، لكن انا عملت الايدنتيفيكيشن هيبقى عندي تكنيك محدد ان انا اوجد معايير لتعريف شكله وملامحه والكلام مما يتعلق بيه بقى من اصول والكلام ده كله. هيبقى في شيت معين بقدر اعمله لتسجيل العنصر الثقافي المعنوي وهكذا، وبالتالي يتم توثيقه ومراجعه، هيتم توثيق الحالي اي تطور الموديفيكيشن اللي عملته المجتمعات عليه لغايه ما وصل للوقت الحالي، وبشكل اخر يتم ربط الكلام ده مع الايدنتيفيكيشن ومعرفه ما تبقى والاصول كانت ايه بالظبط. البحث على الناحيتين، الريسيرش على الناحيتين هيكمل للبريزرفيشن والحمايه والتعزيز وان هو ينقل من جيل لجيل، وفي نفس الوقت ان هو كمان نوع تاني بيكمل عمليه الريسيرش في الاصول، لان كل شويه بنكتشف مصادر ومراجع جديده فبتعرفنا اصل العنصر الثقافي المعنوي وحاجات تتعلق بيه. فعملية الريسيرش جت في المرحلة الثالثة، لأن هي بتكمل لتعزيز ونقل المعرفة التراثية دي والتراث المعنوي ده من جيل لجيل، وفي نفس الوقت بتكتشف الماضي وتحقق وتنقح فيه من التدخلات أو تشابهات من ثقافات تانية مغايرة لا تتعلق بالعنصر التراث المعنوي اللي احنا بنتكلم عليه. وبناء عليه فهيجي عملية الترانسميشن دي من ايه؟ بشكل جزئي قال لك من خلال التعليم الرسمي والغير رسمي. ازاي الغير رسمي؟ قال لك من خلال الأسرة، ممكن الحكايات اللي بتحكيها لي أمي وأبويا في البيت بعرفها من أهلي ومن الناس اللي كانت اتربوا في المكان ده، ممكن تبقى فورمة من خلال المدرسة، ممكن اللي هي المدارس الحصص بتاعة الموسيقى فبيعلمهم الموسيقى العربية وبيعلمهم مثلا الموسيقى والآلات الموسيقية القديمة. ممكن تبقى في نون فورمال برضو من خلال لما اروح متحف واتفرج على ادوات الاكل وازاي اجدادي كانوا بياكلوا وايه الطريقه اللي كانوا بياكلوا بيها والبروتوكول والكلام اللي احنا بنسمع عنه في الوقت الحالي، فهو ما ظهرش فجاه ونتج عن بروسيس تعليميه، عمليه تعليميه انتقلت من جيل لجيل. وبناء فضلا هو بيتكلم عن التعليم فضلا عن عمليه الاحياء للافكار المختلفه لهذا التراث الثقافي. عمليه الاحياء دي ظهر لها كذا تكنيك ومن ابرزها عمليه الميزواليزيشن، او هو ربطه بكلمه المتحفيه ولكن هو ما فيهوش اي قطعه متحفيه. ونقدر ندي مثال على مثالين انا شفتهم بنفسي لفكر الميزواليزيشن. واحد موجود وكان محتاج عملية تطوير أكتر وبحث أكتر، موجود في المتحف الزراعي في مصر. والمثال التاني موجود شفته بعيني موجود في مسقط، ويعتبر نموذج جديد لفكر الميزواليزيشن في وجود عاملين مساحة مخصصة لمهرجان مسقط. المساحة دي موجود فيها شكل البيت العماني القديم، موجود فيها كيفية صناعة يعني بيعملوا فيها في الاحتفال ازاي بيعملوا الحلوى العمانية، الموسيقى والآلات الموسيقية العمانية القديمة، الزراعة هناك، الكلام ده كله الحاجات اللي هي تكاد تكون قربت على الاختفاء. فبيتعمل مهرجان سنوي بيتم عرض الكلام ده على المجتمع وبيشوفوا الأطفال وبيشاركوا فيه وبيسمعوه والكلام ده كله، فده بيعزز وجوده في الذاكرة للناس الموجودين في المجتمع العماني. نيجي للشارتر، فارو تشارتر، واتكلم على قيمة التراث الثقافي للمجتمع سنة 2005. ونيجي هنا بالأخص في المادة رقم 2 واللي بتتكلم على تعريفها ازاي، تعريف قيمة التراث الثقافي للمجتمع
فبيتكلم ان التراث الثقافي هو مجموعة من المصادر الموروثة من الماضي، ليه من الماضي اللي هي التي بيحددها الناس، ما قالش هنا مجتمع، قال الناس، تمام؟ فهو هنا بيحددها الناس، اللي بيحط لها فيتشرز، لان يعني بتختلف من قبيلة لمجتمع مدني لمجتمع ريفي، الحاجات دي كلها وامتلاكه للموروث ده وانعكاسه وتعبيره للقيم والاعتقادات والمعرفة والعادات والتقاليد دي كلها. وده بيشمل ماله، بيشمل ايه؟ التفاعل ما بين الناس والاماكن عبر الزمن في اطار بيئي معين وظروف معينة. ولذلك اعرف هنا اشار ايه هو المجتمع التراثي. ايه هو المجتمع التراثي؟ قال لك بيحتوي على ناس، الناس دول بيقدروا التراث الثقافي بشكل محدد وبيسعوا ان هم يفضلوا محافظين عليه من خلال الاكشن العامة ليهم واستدامته ونقله من جيل لجيل. وبكده نكون استعرضنا مع بعض اهم ملامح التشريعات الدولية للحفاظ على التراث الثقافي الدولي عالمي او موجود في دولة بعينها. ولذلك احنا المرة الجاية ان شاء الله هنكمل الاستعراض ده من خلال ان احنا بنشوف مع بعض فينس تشارتر، وبنشوف ازاي وجوده ما بين النظرية والتطبيق. الحلقة دي ان شاء الله هتلاقوها مرفوعة على اليوتيوب عشان ما لحقهاش لايف، احنا كانت بسبب مشكلة حصلت امبارح في الانترنت فما عرفناش نعملها، ولكن عملتها دلوقتي وهتترفع وانتوا تقدروا تشوفوها في اي وقت. وأشكركم جدا على الاستماع، ونلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة 7 مساء في موعدنا الدوري، وهنتكلم عن الحلقة الجديدة بإذن الله. شكرا.